لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والعراقية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، عبد المهدي يتراجع عن قرار سحب الحشد الشبكي من سهل نينوى. في العرب اللندنية، ميليشيا النجباء لعبد المهدي، الاصطفاف مع إيران أو السقوط السريع. في صحيفة البصائر، لجنة الصحة البرلمانية، إصابة 24 ألف عراقي بمرض السرطان. في صحيفة المدى، أونا أويل المتهمة بالفساد تقترب من إبرام عقود الرئيسة في قطاع النفط. في الحياة، مقتل 7 مدنيين في شمال غربي سوريا غداة وقف العمل بالهدنة. في القدس العربي، حركة النهضة التونسية ترشح عبد الفتاح مورو لانتخابات الرئاسة. وفي صحيفة الشرق الأوسط، احتجاجات وإطلاق نار في كشمير بعد إلغاء الهند الحكم الذاتي. السلام عليكم. تناولت صحيفة العرب اللندنية التهديدات التي أطلقها الناطق باسم ميليشيا النجباء نصر الشمري من طهران بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال انتهجت سياسة غير ملائمة للمصالح الإيرانية. وترى الصحيفة في تقرير لها أن هذه التهديدات هي رسالة إيرانية بشأن جهوزية الأذرع العراقية للمواجهة سياسيا وعسكريا. تهديد الميليشيات الشيعية بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي في حال تناقض سياساتها مع المصلحة الإيرانية يبين مدى ضعف حكومة بغداد وارتهانها لمعسكر الموالاة لطهران، ويقيم الدليل مجدداً على فشل طاقم الحكم العراقي الحالي في تطبيق الشعارات التي رفعها في بداية عهده بشأن سيادة القرار الوطني وإرساء علاقات متوازنة مع دول الجوار. ولا ترغب طهران ومعسكرها في العراق في أن تستجيب بغداد لمطلب واشنطن بالالتزام بتطبيق العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران وبضبط الميليشيات المسلحة ومنعها من استهداف المصالح والقوات الأمريكية على الأراضي العراقية. طاقم الحكم العراقي الذي أفرزته انتخابات العام الماضي جاء إلى السلطة رافعا لواء استقلالية القرار العراقي وإحداث توازن في علاقات العراق ببلدان محيطه الإقليمي والدولي، بينما أظهر رئيس الوزراء عزماً على ضبط سلاح الميليشيات وإخضاع الحشد الشعبي لإمرة الدولة. لكن أي من الهدفين لا يبدو بوارد التحقق على أرض الواقع، فلا يزال العراق مرتبطاً بعلاقة وثيقة وغير متوازنة مع إيران التي تمتلك في الداخل العراقي حراساً أشداء لنفوذها من قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية الذين ساعدوا عبد المهدي في الوصول إلى الحكم ويحتفظون بإمكانية إسقاط حكومته. وتختتم الصحيفة بالقول إن حديث الناطق باسم ميليشيا النجباء من طهران يتضمن تهديداً إيرانياً مزدوجاً باستخدام أذرعها في العراق، ليس فقط ضد الولايات المتحدة ولكن أيضاً ضد أي طرف يتعاون معها ويتجاوب مع مطالبها، بما في ذلك حكومة بغداد ذاتها. أعلنت الحكومة في بغداد إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية ملحقة بميناء الفاو الكبير جنوب البصرة، وفيها أرصفة للبواخر العسكرية والزوارق العسكرية الكبيرة بهدف تأمين المياه الإقليمية. الدكتور ظافر العجمي يقول في صحيفة العرب القطرية إنه حين نتذكر أن ميناء الفاو الكبير لا يزال قيد الإنشاء منذ عام 2010 تفتح الحيرة أمامنا باب شك أن هناك أهدافاً غير معلنة وراء هذه الخطوة. أولاً، لماذا لم تطرح فكرة القاعدة مع المشروع قبل 10 أعوام؟ وهل يمكن إنكار أن صانع القرار العراقي يقع أحياناً تحت ضغط قوى تتبع طهران إيديولوجياً؟ وعليه فالقاعدة قد تعشعش فيها ميليشيات الحشد الشعبي. ثانياً، يمكن أن تكون القاعدة إحدى مناورات طهران للفرار من الحصار الأمريكي، وربما لتكون مستقبلاً نهاية خط قطار إيران سوريا. ثالثاً، لماذا يتركز التعمير في الجنوب؟ من أموال إعادة إعمار وتعويضات جمعت لأهل الموصل لإصلاح ما دمره الحشد الشعبي، أليس للموصل والأنبار حق في 1 مليار دولار
يهدر لبناء كاسر الأمواج للقاعدة البحرية؟ أليست بغداد والبصرة أحق ب8 مليارات دولار لتوفير الماء والكهرباء ووقف التلوث وإكمال خطط التنمية بدل رصدها لميناء الفاو؟ رابعاً، يملك العراق قوة بحرية ترتيبها 44 عالمياً بعد دول الخليج، وتضم 5000 رجل فقط، وفي تقديرنا لا يحتاج العراق لمثل هذه القاعدة، فهل سيكمل الحرس الثوري بزوارقه سد نقص البحرية العراقية في قاعدة الفاو كضيف دائم؟ مرة بذريعة التدريب ومرة لإصلاح زوارقهم؟ أم سيكون العراق صريحاً ويعطيهم تسهيلات في القاعدة الجديدة؟ وبحسب الكاتب فإن الشكل التعبوي لميناء الفاو الكبير قد يدفع الكويت لبناء قاعدة بحرية في ميناء مبارك، أو قاعدة جوية في جزيرة وربة أو بوبيان، أو بناء قاعدة لقوات درع الجزيرة، فيتكرر في الخليج العربي صراع الجمهوريات البحرية الإيطالية أمالفي وبيتزا وجنوة والبندقية عسكرياً وتجارياً. قفز الحاج حمزة الشمري خلال سنوات قليلة من صبيل إحدى المافيات التجارية التي ظهرت واستفحلت بعد عام 2003 إلى رجل أعمال يلتقط الصور مع الزعماء نور المالكي وحنان الفتلاوي، مع إضافة لقب جديد له هو رجل الخير والتقوى. بعدها تفاجأ المواطن العراقي بأنه يدير شركة للدعارة وصالات وبيوت للقمار، ويتزعم مافيا كبيرة تسيطر على ليل بغداد. علي حسين يتساءل في صحيفة المدى، كم حج حمزة سننتظر؟ صورة الحاج حمزة وهو يلتقي كبار المسؤولين والساسة العراقيين هي الأكثر إهانة لتاريخ العراق، إذ لا ينتمي هذا الملقب برجل أعمال إلى طبقة رجال الأعمال الحقيقيين، فكل خبرته في الحياة كانت الركضة وراء مافيا من السراق، حتى التقطته بعض الجهات لتطلقه زعيما لمافيا من المجرمين تنفذ له ما يريد. لا أعلم ما هو شعور مقاتل في الجيش أو الحشد الشعبي خاض حروبا من أجل القضاء على داعش واستشهد رفاقه وزملاؤه، وهو يطالع صور الحاج حمزة يقف متباهيا بقامته إلى جانب حنان الفتلاوي، أو يجلس وهو يبتسم لمسؤولين ثقال الوزن والحجم، أو وهو يلقى القبض عليه بعد أن عرفنا أن الحاج المناضل يدير أكبر شبكة للدعارة والقمار وبحماية أجهزة ثقيلة الوزن أيضا. أغلب الظن أن أي مقاتل سيشعر بالأسى على تضحيات قد قدمت والتي قطف ثمارها من قبل حجاج من وزن حمزة الشمري، فيما لا تزال عوائل الشهداء تقف في طوابير بانتظار مكرمة الحكومة. تسخر من الأقدار الآن، حيث تصبح صورة الحاج حمزة الشمري بديلا لصورة المقاتل الذي ضحى بنفسه، لنجد أنفسنا أمام مشهد أكثر سخرية وإهانة لتضحيات العراقيين جميعا. الكاتب يرى أنه على الرغم من إلقاء القبض على الحاج حمزة، لكن زمن الحجاج لم ينتهي بعد، وعصر خلط السياسة بالدين لا تزال سوقه مزدهرة، وهناك في الظل عشرات مثل حج حمزة ممنوع الاقتراب من حصونهم المنيعة، ولهذا نجد أن للنزاهة قاعدة واحدة لا تخطئ، إما العيش إلى جانب البسطاء أو التقاط صورة مع حج حمزة. اختلفت قراءات المحللين لإعلان الهدنة المشروطة في سوريا بين من اعتبرها نتيجة منطقية لفشل حملة القصف الوحشي في إحداث تحول استراتيجي يجبر مسلحي الفصائل على قبول الانخراط في مصالحة مع النظام، ومن اعتبرها تكتيكا روسيا بهدف تعزيز مصداقية محادثات أستانا وفعاليتها. علي العبدالله يرى في صحيفة العربي الجديد أن الهدنة المشروطة هي خدعة روسية هدفها احتواء ردود الفعل الدولية على القصف الوحشي على منطقة خفض التصعيد. تربط روسيا بين تنفيذ تصورها للحل السياسي في سوريا وفرضه على القوى الأخرى الفاعلة في الملف السوري بسيطرة النظام على إدلب، ولكن طول مدة القصف وفشله في إحداث تغيير ميداني استراتيجي والتحرك الدولي المعارض لاستمراره دفع روسيا إلى لعب ورقة التهدئة بالإعلان عن هدنة مشروطة من جانب واحد،
على خلفية التمسك بالذهاب في الحملة إلى نهايتها. سيطرة النظام على أجزاء واسعة من ريفي حما وإدلب عبر توظيف الهدنة المشروطة والتي تعلن شروطا سبق الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا على اتفاق سوتشي في أيلول عام 2018 لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب الذي نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل وسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، ما يجعلها شروطا شرعية من جهة ويسمح بالعودة إلى قصف المنطقة تحت ذريعة عدم تنفيذ هذه الشروط في ضوء إعلان مجموعات جهادية عدم الالتزام بها من جهة ثانية وتقليص فرص القبول بها وتنفيذها عبر فرض عودة قوات النظام السوري إلى مواقعها قبل حملة القصف من جهة ثالثة. الكاتب يرى أن الهدنة ليست أكثر من محطة ضمن خطة قضم مساحات واسعة من الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة على طريق تحقيق حسم عسكري على مراحل يضع المعارضة السياسية والعسكرية أمام خيار وحيد: القبول بمشاركة النظام في الحكم من موقع الضعيف والمضطر. في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به ولاية جامو وكشمير، وهو الوضع الذي ظل سائدا طوال 70 عاما. صحيفة القدس العربي ترى أن سياقات اتخاذ القرار بدت غائبة أو غير متطابقة مع خطورة ما يمكن أن يسفر عنه من عواقب وخيمة، ليس أقلها اندلاع حرب أهلية بين الهندوس والمسلمين واستفزاز برميل البارود المحشو أصلا بين الهند وباكستان. القرار لا يتحلى بمرجعية دستورية وقانونية كافية ويمكن الطعن به أمام المحكمة العليا الهندية ذاتها كما يقول الخبراء، فضلا عن أن حكومة ناريندرا مودي قد لا تكون مخولة بتعديل مادة في الدستور على هذا النحو. ولعل الدافع الأول وراء الخطوة هو تعهد قطعه مودي على نفسه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في أيار الماضي والتي انتهت بفوز ساحق لحزبه باغارتا جاناتا ذو الميول القومية الصريحة، مع الإشارة إلى أن شعار استرداد كشمير لا يغيب أيضا عن برامج الكثير من القوى السياسية الهندية بما في ذلك الأحزاب اليسارية. الدافع الثاني هو التآكل المضطرد في شعبية مودي وحكومته نتيجة تدهور الأداء الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو، وهذه الأوضاع كانت قائمة قبل الانتخابات التشريعية، وانتخب مودي وحزبه على أساس وعود قاطعة بإنقاذ الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية. ويرى مراقبون كثرا أن وسائل ترحيل الأزمات الاقتصادية إلى مناطق التسخين ذات الطابع القومي هو أحد الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها السلطات الحاكمة حتى في أعرق الأنظمة الديمقراطية. الصحيفة تختتم بالقول إن إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير يشعل التوترات في الإقليم المتنازع عليه، كما أنه إجراء أحادي الجانب تم من دون استشارة السكان، والمأمول أن يسود التعقل ردود الأفعال في نيودلهي وإسلام أباد فلا تبلغ النيران فتيل البارود الجاهز للاشتعال. نشر صحيفة الجارديان مقالة للكاتب ديفيد شانزر بعنوان كلمات ترامب مهدت السبيل أمام آل باسو، وفي ذلك إشارة إلى الحادث الذي قتل فيه مسلح 22 شخصا داخل متجر في ولاية تكساس الأمريكية. ويسعى الكاتب في مقاله إلى تفنيد حجج أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الرأي القائل بأن كلماته وأفعاله ساهمت فيما حدث في مدينة آل باسو. الكاتب يرى أن حجة أنصار ترامب الأولى بأن الرئيس لا يتحمل المسؤولية لأنه يدين العنف تعكس فهما خاطئا لكيفية نمو الإرهاب داخل الدولة. ويوضح الكاتب أن تحول الأفراد من أنصار سلبيين لقضية ما إلى قتلة دفاعا عن هذه القضية يحدث حين يتم تضخيم شكواهم السياسية ونزع صفة الإنسانية عن أعدائهم. لذا حين يصف ترامب المهاجرين بأنهم غزاة فإنه يحفز أفراداً لهم شكاوى على التحرك ضدهم. الحجة الثانية هي أن ترامب لا يتحمل المسؤولية عن حادث إطلاق النار لأنه يدين أيديولوجية تفوق البيض،
وهو ما يتعارض مع الحقائق. فمن أبرز المشاريع السياسية للرئيس الأمريكي تقليل نفوذ غير البيض، ويضرب الكاتب أمثلة على رؤيته بقرار ترامب في الأيام الأولى من رئاسته تعليق الهجرة من 7 دول ذات غالبية مسلمة، وتعليق العمل ببرنامج اللجوء. وبالإضافة إلى هذا، هناك سياسة فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم واحتجازهم في ظروف قاسية. وحين قال الشهر الماضي إن أعضاء البرلمان الذين ينتمون لأقليات عرقية وولدوا في الولايات المتحدة أتوا من دول أخرى، فإنه أقر المبدأ الأساس لتفوق البيض، وهو أن سواهم ليسوا حقا أمريكيين. الكاتب يقول إنه بالرغم من أن ترامب لا يدعو أنصاره على نية لاستخدام العنف بما يتوافق مع أجندته، فإن خطابه حافل بأفكار عن استعمال القوة ونزع صفة الإنسانية عن الأفراد. من الأمثلة على ذلك أنه سمح لحشد في تجمع انتخابي بأن يهتف بإعادة البرلمانية إلهان عمر إلى بلدها الأصلي، وهي دعوة صريحة لاستخدام قوة الدولة لترحيل مواطنة ولدت خارج البلد. طور فلسطينيون تطبيقا جديدا يساعد السائقين في الضفة الغربية المحتلة تجنب نقاط التفتيش العسكرية الصهيونية واكتشاف طرق البلدات الفلسطينية التي غالبا ما تغفلها التطبيقات الرئيسة المعروفة. وقال موقع الخليج أونلاين إن التطبيق الذي بدأ تشغيله في حزيران الماضي باسم دروب يوفر معلومات عن الطرق المغلقة والحالة المرورية من خلال المستخدمين، ويهدف التطبيق إلى إيجاد بديل لتطبيقات مثل خرائط جوجل وويز التي نادراً ما توضح القيود الصهيونية ومشاق السفر بين المدن الفلسطينية. وقال محمد عبد الحليم الرئيس التنفيذي لدروب تكنولوجيز إنه توصل إلى أن الفلسطينيين يحتاجون إلى طريقة جديدة للوصول إلى الأماكن التي يقصدونها بعد أن قادته رحلة باستخدام خرائط جوجل بين مدينتي بيت لحم ورام الله في الضفة الغربية إلى منطقة نائية. يضطر الباكستانيون في كبرى المدن إلى تربية المواشي المخصصة لعيد الأضحى فوق أسطح المنازل بسبب اكتظاظ المدن وعدم توفر مساحات كافية. وقال صحيفة الاتحاد الإماراتية إن سكان مدينة كراتشي الذين يربون المواشي بهذه الطريقة بدأوا التحضيرات للاحتفال بعيد الأضحى، وذلك بإنزال أبقارهم من سطح المبنى لإرسالها إلى سوق الحيوانات خلال أيام قبل عطلة عيد الأضحى الأسبوع المقبل. وبالنسبة إلى رجل الأعمال سيد إعجاز حسن، فإن سطح المبنى الذي يملكه هو المؤلف من 4 طوابق هو المكان الوحيد الذي يحتوي على مساحة كافية لوضع العلف اللازم لتربية 6 أبقار يأمل في بيعها لجني الأرباح قبل العيد. فبمجرد أن تسمن تلك الحيوانات أو تسمن تستخدم رافعات لنقلها من السطح إلى الشارع في مشهد يشكل حدثا مسليا للمارة الذين يراقبون هذه العملية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.